مصر بالذات هم مش عاوزينها ابدا تقب ومش عاوزينها تقع برضو. في نفس الوقت احد الخلفاء يقول للوالي بتاعه على مصر: احلبها حتى الدم، احلبها حتى الصديد، احلبها ولا تتركها تصلح لاحد من بعدي. بورقيبة كان عنده بعض نظر جامد لما قال لعبد الناصر: انت في منتهى القوة الان، اعملوا معاهدة صلح مع اسرائيل، اعملوها عن اختيار بدل ما تعملوها عن اضطرار. الديمقراطية في النص الأول من القرن العشرين كانت رائعة، كانت أحزاب لما كانوا بيحاسبوا الملك، ده لما الملك حب يستلف البرلمان وقف له قال له لا ممنوع. فهل إحنا فعلا في كفاءة؟ لا، ما كانش اللي طالع الأول على كلية الحقوق ينتحر لأن ملوش مكان في النيابة مثلا. ابتدوا ينشروا الوهابيانة في مصر وبدأوا بالعيال الصغيرة، كانوا يدوا فلوس كتير للنظرة تاخد هي جزء منها وتحجب البنات الصغيرة، البنت تروح لأمها تقول لها انت كافرة عشان ما انتش لابسة حجاب. يعني ما انساش واحدة تقول لي احنا لا نعاني من اي شيء، انا بيب الغاز بتجيلنا ايام مرسي يتصرف عليهم وبياخدوا فلوس قد كده. جا بيجي برضو للسودانيين فلوس، واحدة طلبت من المستأجرة منها شقة ب3000، قالت لها واحدة سودانية جاية تدفع لي في الشقة دي 25000، انت يلا بالسلام، منين فلوس دي جاية؟ جاية من اسرائيل، جاية من الصهيونية العالمية، كل ده عشان يمكنوا هؤلاء عندنا هنا في مصر عشان يوصلوهم للنسبة الحرجة. رجعنا لكم في حلقة جديدة مهمة، تفاصيلها أهم، تفاصيلها كتيرة، بنتكلم في تاريخ مصر لما تهنا في الحاضر وفي المستقبل، فرجعنا للماضي وعشان نعرف إحنا مين. بس الصراحة ما رجعناش لوحدنا، كان معانا الباحث والباحث في علم المصريات والخبير الاقتصادي الدكتور وسيم السيسي. طيب رحنا لسرقة التاريخ وراها الجغرافيا، وحضرتك قلت جملة عظيمة جداً إن سرقة التاريخ بتيجي الأول ثم تليها سرقة الجغرافيا. ومنطلقا من المبدأ ده نتكلم عن اليهود اللي هم دايما في كل المحافل الدولية نفس القصة، وتم طردنا من مصر ومصر استولت على حقوقنا، وكان هم سايبين كل حاجة في مصر ومسكين في الهرم، إحنا اللي بنينا الهرم وكان وقتها بالسخرة والقصة دي. طيب اليهود بتقول كده ليه وحقيقة الوضع ده، وهل فعلا ما تمر به مصر من أزمات اقتصادية سبب حصار اليهود دلوقتي وتمكنهم في العالم بسبب القصص دي؟ بورقيبة كان عنده بعض نظر جامد لما قال لعبد الناصر: أنت في منتهى القوة الآن، اعملوا معاهدة صلح مع إسرائيل، اعملوها عن اختيار بدل ما تعملوها عن اضطرار. شوف بعض النظر بتاع الرجل قد إيه. عبد الناصر هاجموه قال أبو خيبة، ده مش بورقيبة ده أبو خيبة، ده عاوز طب ما أنت عملت ما احنا عملنا عملنا معاهدة صلح بعد ايه؟ مش عاوز واحد يتكلم يعني، مش نقلب المواجع يعني. فلو كان في عز قوة مصر عمل واشترط ان يبقى في حدود وان في دولة فلسطينية والآخر، الامر اختلف دلوقتي اما نحن فيه الان. مسألة بقى ان احنا طردناهم واشترطناهم، انا هرد عليهم من كتابهم اللي هي التوراة. التوراة بتقول، بالمناسبة دي على فكرة زعيف هيرزوغ عالم آثار في تل أبيب يقول اليهود لم يدخلوا مصر حتى يخرجوا منها، كانوا بضع قبائل، حتى إن كانوا بضع قبائل مصر طردتهم مع الهكسوس في حرب تحرير مصر من الهكسوس. شيء عجيب، وزير التربية والتعليم الإسرائيلي يأمر ب تدريس وجهة نظر هيرزوغ للطلبة في المدارس حتى يعرفوا الرأي والرأي الآخر، مع أن كلام هيرزوغ ده يهدم التوراة من أولها لأخير. إنما يعني الحتة دي أنا توقفت عندها، ده لو كان عندنا قال الكلام ده كان ذبحوه كل أسف يعني. المهم ما تقرأ الكتاب الخطير بتاع التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتها بناء على علم الآثار. اثنين مؤلف الاثنين اللي ألفوا الكتاب ده، هو واحد اسمه فينكلشتاين يهودي أستاذ أثار في تل أبيب، وتاني اسمه سيلبرمان
يهودي أستاذ أثار في نيو هافن في الولايات المتحدة الأمريكية، في كتابه ده ولا قصص الأباء إبراهيم ويعقوب وإسحاق وبتاع، إنس أساطير الخروج وشق البحر ومش عارف، إنسى كلها أساطير، ناس عاوزة تكبر نفسها لأنها خارجة من السبي البابلي وطبعا مكسورين ومجروحين وآخر. وفعلا يعني اتكتب الكلام ده 600 قبل الميلاد، يعني بعد السبي البابلي. الحرب مع فلسطين وهزيمة إسرائيل وهزيمة فلسطين والفلسطينيين والكلام ده إنس، ده رأيهم هم يعني. إنما دول علماء أثار وعلماء تاريخ بس يهود. إنما أنا أرد عليهم من كتابهم هم. أنت بتقول إن لما حبيت تنتقم من المصريين فالملك هيقتل كل بكر من أبكار المصريين، فطلب منكم إن أنتوا تعلموا البيوت بتاعتكم بالدم حتى يستطيع أن يفرق بين البيت اليهودي والبيت المصري، فيدخل البيت المصري ويقتل البكر فيه، وقتل في هذا اليوم من بكر فرعون ده في التوراة حتى بكر البهيمة، وكان صراخ عظيم لأنه كان ميت في كل بيت. أنا باخد من القصة دي حاجة واحدة بس، إن بيتك زي بيتي، وأنت بتقول أنت كنت عبد عندي، لدرجة إن كان الملك محتاج علامة الدم عشان يفرق ما بين الاتنين. وأنت خارج قلت لي اديني ثيابك اديتها لك، قلت لي اديني الفضة بتاعتك اديتها لك، قلت لي اديني الذهب بتاعك اديته لك، ازاي تبقى عبد عندي وانا ادي لك ثيابي وذهبي وفضتي؟ ولا هي كلام خبيء معناها وان ليست لنا عقوله، ولا اترك عقلك وتعالى اسمعني مثلا؟ لا، انا بقى عندي مخ وعندي عقلية جدلية الاقراء افكر فيه. ثالث نقطة، لما سبتوا مصر وخرجتم ثاروا على موسى أخرجتنا من مصر ليه وقد كنا في مصر نأكل فيها لحما حتى نشبع؟ طب ده أنا مشبعك ومديك بيت زي بيتي وديتك ثيابي وفضتي وذهبي، جاي بعد كده تقول أنت كنت عبد عندي وأن أنا عذبتك؟ لا يا حبيبي، الكذب ملوش رجلين. تعالى حتة تانية بقى، انت بتقول البحر تشق وما تشقش وبتاع، ده انت كاتب ان انتوا عبرتوا يام سوف، يام يعني بحر وسوف اللي هو البوص، البوص لا ينمو في المياه المالحة، ازاي بقى؟ ده انت في الكتاب العبري بتاعك بتقول ان انتوا عبرتوا بحر البوص مياه عذبة، وبحر البوص ده يطلع اللي هي البحيرات المر، هي كانت مياه عذبة قبل كده كان بيطلع فيها البرد، وانا لبست المايو في فايد كنت معزوم هناك ونزلت كان تحت رجلي طين مش رمل، ومشيت ومشيت كل ما امشي المايه ما يجيش اكتر من هنا، دي اللي عنده ممكن، لان هما نفسهم بيقولوا يام سوف. عند الترجمه السبعينيه في وقت بيت ليموس الثاني ترجمت خطا ويسموها إريثريا ثالكا، إريثريا يعني أحمر، ثالكا بحر باللاتين بحر أحمر، إنما الأصل يام سوف اللي هو بحر البوص، بحر أحمر لا ينمو فيه بوص طبعا. فطبعا الحدوتة من أول الأخ لازم اللي بيقرأ يقرأ ويعي الكلام ده وكله. فإنما هم طبعا سبب، وإحنا طبعا ما تنساش المرض هو ميكروب يهاجمك من برة وجهاز مناعة من جوه، يعني واحد بيكح وبيعطس وعنده برد في وسط ثلاثة، واحد يجي له الدور واثنين ما يجي لهمش، ليه؟ جهاز المناعة عندهم قوي وده جهاز المناعة عنده ضعيف فلقط الدور منه. فهم يعني عدوة من برة، لكن في جهاز المناعة بتاعنا، جهاز المناعة بتاعنا بكل أسف من 52 هو في النازل. طيب لو أخذنا النقطة دي والنقطة المؤامراتية بالذات، لأن ده سؤال
يعني يحتاج من وقت للتاني للتذكرة به وحسم جدل. هل فعليا مصر في مؤامرة باقتصادها بسياستها بجيشها بحدودها بجيرانها؟ ده سؤال مهم. طبعا المؤامرة دي بدأت من 1905. سير هنري كامبل بانرمان رئيس وزراء انجلترا جمع مجموعة من العلماء والسياسيين وقال لهم now we are on the top. ومعروف ان في الحضارات يعني في ذلك الوقت كان فعلا انجلترا لا تغرب عنها الشمس عن مستعمراتها وعن وعن وعن. فمن ضمن الناس اللي جابهم ناس متخصصة جدا في انهيار الامبراطوريات. واحد متخصص في انهيار الامبراطورية الرومانية والثاني في اليونانية وفي الثالث قال لهم قولوا لنا ازاي نؤخر هذا وازاي نقدر. المهم قعدوا سنتين شغالين وفي الآخر سنة 1907 جمعوا وفود 7 دول قال لهم احنا وصلنا بعد سنتين من الدراسات في توصيات. توصيات ده هي ان المنطقة الشرق الأوسط دي كلها ثرية جدا غنية جدا شعوبها جاهلة جدا حكامها فاسدين جدا لازم نخلق في وسطهم كيان مديلهمش فرصة للاستقرار. الاستقرار معناه تقدم والتقدم معناه يخنقونا. قالوا له ازاي؟ نم قناة السويس شمالا باب المندب جنوبا مضيق هرمز شرقا جبل طارق غربا. مرت الأيام وجت الحرب العالمية الأولى تحالف حيم وايز مان مع سير هنري كامبل بانر مان فيرست أولا وبعد كده تحالف مع لورد بيلفور كان وزير خارجية ولما بقى رئيس وزارة صدر الوعد المشؤوم بتاع وعد بيلفور سنة 1917 وبداية التقسيم ظهرت في سايكس بيكو في سنة 16 اللي استكملها برنارد لويس سنة 80 قسم المتقسم أرض الشام دي كلها قسموها شرق الأردن حتة والعراق حتة والسوريا حتة وكذا. ودلوقتي برنارد لويس مقسم مصر 4 دول ومقسم حتى السعودية مقسمها 3 دول العراق 3 وسوريا أظن 4 أو 3 وكذا. يعني مصر بالذات هم مش عاوزينها أبدا تقب ومش عاوزينها تقع برضو في نفس الوقت. إنما من زمان تحالفت الدول الاستعمارية على إن ما تديش فرصة لأي قوة تقب الناس يتحالفوا عليها ويوقعوا. حصل في 1840 مع محمد علي ما أصبح قوة رهيبة وصل يكاد يكون يعني وصل على الإستان لدرجة إن ابن إبراهيم باشا يعتب على أبوه يقول له لقد خذلتني يا أبي أنا كنت على وشك الإستانة لو كنت دخلت ما كانش 1840 المهينة كانت حصلت لنا. لأن في 48 شالوا منه الشام كلها وسمحوا له بمصر والسودان ودارفور والنوبة والحتة اللي فضلت معنا لغاية ما الملك كانوا دايما يقولوا ملك مصر والسودان والنوبة ودارفور اللي تنزل عنها عبد الناصر. كل أسف رغم لما عرضوها الإنجليز على أن حسن يتنزل لهم تقطع يدي ولا أوقع على حاجة زي دي لو كانت فضلت معنا لغايه دلوقتي ما كانش حصل ده كله. يعني المهم فالمؤامره على مصر مستمره بدات من ايام سير هنري كامبل بانرمان مرورا بقى بوعد بيلفور مرورا بنشاه اسرائيل مرورا ببرنارد لويس واحنا بقى بكل اسف جالنا بقى حكام المجد الذاتي وكلهم والرؤيه البعيده غايبه عنهم ووصلنا الى ما نحن فيه. يعني ما يجي رئيس أمريكا بس ما كانش امباور ساعتها يطلب من ملك مصر معونة عشان خطر أوروبا وهي طالعة من الحرب العالمية الثانية. أما يجي ملك السعودية سعود والملك فاروق هنا هو ويبقى يعني تلميذ تابع لأستاذه ما مصر تبقى يعني هقول إيه الكوافير راجل تلياني والجرسون يوناني مش عاوز أكمل. بعد كده احنا بقينا عندهم شغالين الشغلان. طبعا
52 دي كارثة لمصر يعني كل أسبوع. أنا هاخد من حضرتك نقطة محمد علي بالتحديد، لأن إحنا حابين ندور بين صفحات التاريخ، ويمكن إحنا الوقت بيجري بينا في النقطة دي بالتحديد. لكن أنا عايز أروح لعهد محمد علي وأتكلم في نقطة بناء الدولة الحديثة، الأسس اللي اعتمد عليها. هل ممكن نستعين بالأسس دي باعتبارها كانت التجربة الأنجح؟ كان مؤخرا عشان نكون واضحين، كان بعدها ما فيش غير تاريخ الجمهورية، وكلنا نختلف على تاريخ الجمهورية، في من رأى أن فيه ده بزوغ لشمس مصر، وفي من رأى أنه هو أفول لشمسه بالنسبة ليه؟ لتاريخ الجمهورية، فترة الجمهورية بالتحديد، وخلافات فترة عبد الناصر والسادات وما بعدهم. لكن هرجع للعصر الحقيقي اللي كان فيه دولة مصرية لها فتوحات شرقا وغربا، عهد محمد علي وقتها. ايه الاسس اللي اعتمد عليها محمد علي في بناء الدولة الحديثة، وهل ممكن نرجع لها تاني دلوقتي مع اختلاف الازمنة؟ هو اعتمد على، يعني خد تجربة كبيرة قوي من الحملة الفرنسية، 3 سنين اللي قضوهم هنا، فاستفاد منها قوي ودرسها كويس قوي. حضرتك ليك تصريح شهير ويمكن كان مربك شوية، ان الحملة الفرنسية ما احتلتش مصر، ده جات فتحت مصر. لا، أنا قلت أنها الوحيدة التي لا يطلق عليها invasion، ولكن يطلق عليها campaign، حملة وليست غزوة. والعلمك بقى هم كانوا مرحبين بها المصريين، لأن ما تقرأ كلام الجبرتي، هو طبعا كلامه بعد كده اعتذر عنه لما رجعت القوة للعثمانيين، إنما قبل يحكي قبل كده إن المصريين كانوا بيستغربوا ان الرجل العسكري الفرنسي لازم يدفع ثمن الحاجه اللي بيشتريها، ازاي ان كانوا بيحكموا سليمان الحلبي لمده اسبوع وهو يدافع عن نفسه وفي محامي يدافع عنه وبتاع، ودي كان يعني كانوا قطعوا حتت لو ما كان بيستغرب على حاجه زي كده. محمد علي استفاد من الحمله الفرنسيه بالنسبه للمواطنه، يعني كانت المواطنة قبل الحملة الفرنسية بأربعة من أربعة أو واحد من أربعة، بمعنى العرق، أنت تركي ولا فلاح خرسيس ما تسويش حاجة، أنت مسلم ولا كافر، ده نمرة 2. نمرة 3، أنت تقرب للحاكم بالدم أو بالوظيفة إن شاء الله تكون طباخ الرئيس. نمرة 4، أنت غني ولا فقير. الأربعة دول ممكن عندك 4 من الأربعة، ممكن عندك 1 من الأربعة، إنما دي تديك مواطنة من الدرجة الأولى، فيما عدا هذا أنت فلاح خسيس. جت الحملة الفرنسية وضعت مفهوم جديد للمواطنة، حادثة الميلاد، كلمتين، أنت ولدت على هذه الأرض، لك كل الحقوق وعليك نفس الواجبات التي لأي إنسان آخر، بغض النظر عن العرق أو الدين أو القرب من الحاكم أو القوى المالية. استفاد منها، يجيب رئيس الوزراء نوبار باش أرمينيا ومسيح، يعمل كلية الطب ويخلق التمريض، وفي مصر ما فيش الكلام ده كان قبل كده، كلود بي مسيح، كولونيل سيف اللي هو بقى سليمان باشا الفرنساوي، اداله اسم سليمان باشا الفرنساوي رئيس الجيش، والأول مرة يدخل المصريين في القوات المسلحة. طبعا في آراء تانية أنه هو لمجده الذاتي ولأن الفتوحات والمش عارف إيه والكلام ده كله، إنما اللي حصل يعني، إنما لأول مرة منذ 2500 سنة المصري يبقى في القوات المسلحة، وكان نتيجة هذا عرابي، الوقفة اللي وقفت ضد توفيق كذا، والروح الوطنية ابتدت تظهر ابتدت. فطبعا محمد علي أفاد، ولكن بقى التوسعات بتاعته هي وطموحه في أنه يبقى الخليفة ويأخذ الإستانة ويبقى الخليفة المرموق والآخر، وهو ده اللي طيره يعني. هو لو كان اكتفى يعني بحتى مصر والشام كفاية خلاص، إنما تعمل إيه بقى يعني، الكرسي بيجنن فعلا. عشان كده ما انساش في فيلم كان لكوفاديس، روبرت تايلور راجع روما بقى والناس بقى تتجنن بالانتصارات بتاعته، هو راكب بقى عربية مكشوفة، دبابة مكشوفة وبتاع، جنب واحد فيلسوف، just remember that you are a human being, just remember that، تذكر أنك إنسان، تذكر أنك إنسان.
الكرسي فعلا بيلخبط يعني، ما يبص إلى الناس كلها بالشكل ده يفقد الوعي. ومن هنا مرة تانية يجي الكلمة بتاعت لاسك، أعظم كلمة في قاموس أي لغة، النقد. لأن النقد بمعناه العلمي، أن تذكر الإيجابيات والسلبيات وطرق العلاج هذه السلبيات، ثلاثة دول. الإيجابيات لوحدها يبقى مديح، السلبيات لوحدها يبقى هجوم، إنما إيجابيات وسلبيات وطرق علاج، هذا هو النقد البناء اللي مفروض أن يكون النقد يقوم عليه. يمكن من تجربتنا عبر التاريخ هو نقدر نقول إن الديمقراطية كانت سلاح فعال في السياسة المصرية، ولا ما كانش لها أساس من التواجد أساسي؟ لا، كانت فعالة، كان في النص الأولاني من القرن العشرين، وده الفترة الذهبية الوحيدة في تاريخ مصر. ليه؟ لأن رغم الاحتلال الإنجليزي اللي كان موجود، وإنما كانت لما تتقفل مجلة تطلع تاني يوم باسم تاني من الأول للآخر. دون شواي، الكارثة اللي حصلت فيها دون شواي وعلى رباك السلام، ذهبت بأنس ربوعك الأيام، لورد كرامر اتعزل فيها، واللي عزلوا الثورة اللي حصلت في إنجلترا ضده، والثورة اللي حصلت ضده هنا في مصر. أمير الشعراء يخاطب لورد كرامر ويقول نيرون لو أدرك عهد كرامر لعرف كيف تطبق الأحكام. لأن كرامر كان وراء الإعدام بتاع 20 بيت، 20 بيتا فيك أقفرت على دون شواي، وانتابها بعد البشاشة وحشة وظلام. فديمقراطية في النص الأول القرن العشرين كانت رائعة، كانت أحزاب، لما كانوا بيحاسبوا الملك، ده لما الملك حب يستلف البرلمان وقف له قال له لا ممنوع، مسكوا النحاس بهدلوه، تاني يوم يجيب حتة الفرو اللي اشتراها ولما كان في أوروبا اليوم ده، والإيصال أهو ده من فلوسي أنا. صحيح إن كانت الأحزاب بيتشغلوا مع بعض وحكومة تقع، والملك برضو ما كانش حكيم، كان عيل يعني إلى حد ما، إنما كانت الحكومة حكمة. فأنا في تصوري إن يعني حاجة نظام زي بتاع إنجلترا كده، يبقى في رمز موجود ويبقى رئيس حكومة يتغير من وقت لآخر. هل إحنا كمصريين أكلنا الجثث في يوم من الأيام؟ أكلنا الحيوانات الموتى؟ وإيه قصة الشدة المستنصرية مع الشعب المصري؟ عندنا أزمات اقتصادية أسوأ مما نحن فيه الآن؟ هي حصلت عندنا يمكن اللي بيسموه عصر المحلال. حصل مرة بعد الأسرة السادسة في عهد بيبي الثاني، طبعا حكم لغاية ما بقى سنه 90 سنة، وأي حكم يقعد مدة كبيرة ده دليل على فشل الحكم. عصر المحلال الأول بعد بيبي الثاني، فساد الحاكم، تفسخ الدولة، شيعة وطوائف، الفيضان، يعني 7 سنين ما يجيش. فحصلت ثورة عارمة من الشعب المصري ضد الحكام، ويعبر عن هذا العصر عصر المحلال 2 من المؤرخين، واحد اسمه إيبور والتاني اسمه نفرياهو، ويقول لك يعني حتى البرديات بتاعتهم راحت لمتحف لايدن وطلع عليها كارل ماركس والشلة بتاعته، وخدوا منها مبادئ الثورة الشيوعية، لأن مكتوب في البرديات ده هي الأرض لمن يفلح، الصنعة لمن يصنعها، لا سلطان للسماء على الأرض لأنه ليس هناك إله، ده في البرديات. خدوا نفس الكلام ده هو برضو، حتى مبادئ الشيوعية طلع من مصر، مصر يوم الدنيا في كل حاجة. يحكي إيبور ويبكي، يقول ابكي يا قلبي، الذين كانوا أعلى أصبحوا أسفل، والذين كانوا أسفل أصبحوا أعلى، حتى الذي كان يرتق حذاؤه أصبح على قمة القضاء، أوراق الدولة اتبعترت، أوراق الدولة احترقت، أوراق برضو نفس اللي حصل في 11 يناير،
حصل هناك، طلعوا أوراق الدولة وبهدلوها، والقضاء نزلوا والملوك نزلوا والدنيا اتبهدلت، وده كله في الأسرة السابعة والثامنة والتاسعة. البداية مصر استردت روحها في العشر، إنما دي عصر اضمحلال الأول الأولان. فهي بتتكاتف حاجتين، فساد الحكم مع غياب النيل، اقتصاد هياكلوا منين. حصلت مرة تانية عصر المحلال التاني اللي هو بتاع الهكسوس بقى، طبعا برضو الفساد ابتدى يظهر ابتداء من الأسرة الـ13، مع أن الأسرة الـ12 كانت من أعظم الأسر. يعني يكفي أن سنسرت الثالث هو اللي أول واحد فتح قناة السويس 1867 قبل الميلاد، حفر قناة السويس وأصبحت تجدد كل 500 سنة، بعد كده يعيد حفرها مرة تانية. رمسيس الثاني عاد حفرها على سبيل المثال، حاولوا برضو يعيدوا فتحها مرة تانية الأسرة 26، ولكن ميلت اللي هي كانت ماسكة معبد سيوة، اللي هي كان هذا المعبد خاص بتفسير الأحلام، وكان أي حاكم قبل أي خطوة يعملها يستشير، فأشارت عليه وقالت له، كان نيكاو الثاني، قالت له ستجر علينا متاعب كثيرة من الدول الأخرى، فتراجع عن حفرها مرة تانية. يعني المهم، فده كان نيكاو الثاني. فكان الأسرة الـ12 قامت برحلات عالمية وصلت لأمريكا، واللي حقق هذا هيدردال، ثور هيدردال، الشاب النرويجي. الشاب النرويجي عمل رحلة وأثبت أن مصر وصلت لأمريكا، هم اللي بنوا الأهرامات هناك وبتاع. حتى بيحكي زي لما وصل للشاطئ هناك بتاع أمريكا الجنوبية اللاتينية، فأمريكي بيقولوا did you cross the Atlantic in that thing، عبرت الأطلنطي في هذا الشيء؟ فرد عليه وقال له هذا الشيء يدل على أن مصر كان عندها مهندسين عباقرة. كل ده في الأسرة الـ12، وعمل رحلة حوالين أفريقيا، ويردد تكذبها ليه؟ لأن البحارة بيقولوا لأمر ما لا نعرفه، كانت الشمس تشرق من على يسارنا، فبعد بضعة أشهر أصبحت تشرق من على يميننا. فهيرودوت قال ده كلام فارغ، يعني إيه الشمس؟ يا الشمس هتغير مسارها، إنما ده اللي أكد الرحلة. هم لفوا من حوالين رأس الرجال الصالح، فالشمس بعد ما كانت تشرق من هنا أصبحت تشرق من هنا، إنه كان على شرق أفريقيا بعد كده بقى على غربه. فكان قام برحلات وصل أيرلندا. يعني في هذه الريسبشن ده جالي واحد اسمه أوزايروس، مسمي نفسه كده، ومن مجلس اللوردات البريطاني، قال لي أنا أيرلندي الأصل، وإحنا عندنا أثار كتيرة لمصر القديم عندنا هناك، وصل أيرلندا بدين هناك. فبعد كده ابتدى يحصل الانهيار من الأسرة الـ13 اللي هي لغاية الأسرة الـ17 لما تم التحرير، فده بنسميه عصر محلال الثاني. بعد كده هو الغزوات بقى اللي تمت بعد كده، نقدر نقول ان يعني العصر الجريكو رومان تحالفت الحضارة المصرية مع الحضارة الرومانية، فكانت المكتبة العظيمة، وكانت المدرسة كان فيها أقسام للتشريح وأقسام للحيوان وأقسام للنبات وقسم للأجنة، إمبريولوجي، علم الأجنة، يعني زي اللي احنا كنا بندرس في كلية الطب المفروض. يعني لدرجة كلمة لطيفة، كان هناك عميد للعلوم وعميد للأداب، فكان عميد العلوم له كلمة جميلة جدا، كان اسمه ستراتون في القرن الثاني الميلادي، قال الشعوب تتقدم بالعلوم ولا تتقدم بالغيبيات، لأن الغيبيات لا تصل بأصحابها إلى بر الأمان مهما كانت دوافعهم نبيلة. شوف العمق بتاع الكلمة، القرن الثاني الميلادي، يعني من 1800 سنة فات وقتها، الغيبيات لا تصل بالإنسان إلى بر الأمان، بالشعوب إلى بر الأمان مهما كانت
دوافع أصحابها نبيلة طبعا غيبيات. الله شوبنهاور بيقول الباحث في الغيبيات مثله مثل الرجل الأعمى الباحث عن قبعة سوداء في غرفة مظلمة وقد تكون القبعة لا وجود لها في هذه الغرفة. ده اللي بيبحث في الغيبيات. يا عم ده انت افضل تكلم على ايه؟ الشعوب لا تمشيش الا بالعلوم. ده كان رأي ستراتون اللي هو بعد كده هون بقى لما حصل بقى الغزوات ودخلنا بقى في العرب. العرب ما عادوش غير 180 سنة. بعد كده جه طبعا الخشدين وبعد الخشدين الفاطميين وبعد الفاطميين الأيوبيين وبعد الأيوبيين المماليك وبعدين تحكم وقت صعب. يعني يكفي انك انت تقرا المقريزي فوليوم 1 وخطة المقريزي كتابين عندي صفحة 76 يقول لك كان عمرو بن العاص يأخذ جزية من 8000 يعني 8 مليون. لا هو شيخ ولا امرأة ولا فتاة. يعني معنى كده الأسرة. كان تعداد سكان مصر في ذلك الوقت من 24 مليون ل 32 مليون. يجي التعداد بتاع الحملة الفرنسية مصر كلها ال 32 مليون ده كان يبقوا بقى بعد 1000 سنة 132 مليون مش كده؟ يبقوا 2.2 من 10. احنا كده ننقرض. 2 مليون و2 من 10 وهي من 1000 سنة كانت 32 مليون. ايه بقى اللي حصل؟ يعني كلام مؤلم. احد الخلفاء يقول للوالي بتاعه على مصر احلبها حتى الدم احلبها حتى الصديد احلبها ولا تتركها تصلح لاحد من بعدي. عانت كتير مصر. قص على هذا بقى المماليك لما جم يعني اصل المماليك لحد ما قص بعد كده الخلافة العثمانية ضحضحت مصر 400 سنة ضيعوه. يعني طبعا الشدة المستنصرية دي بقى فعلا النيل غاب 7 سنين والفساد الحكام والنهب اللي كان موجود من قبل كده. يعني كان عشان قف الدقيق كان كيلو ده. يعني عشان واحد يشتري قف الدقيق يدي كيلو ده. كانوا يصطادون النساء والأطفال يصنعون منهم شواء. وكان مرة اصطادوا سيدة سمينة فكانوا يقطعون منها أجزاء لأن لا في تلاجات ولا غيره. حتة حتة كده عشان تفضل فيها الحياة. وكانوا يبقوا على السطوح ويصطادوا بالخطاطيف حد ماشي موجود عشان ياكلوا هيعمل ايه. طبعا جم على الحمير وعلى الكلاب وعلى القطط وعلى الكلام ده كله. الانسان في الجوع ياكل اي حاجه. يعني انا قرات عن طياره المانيه طياره صغيره كان فيها الاب وبنته وقعت في احد الغابات. الاب مات بعد 7 أيام. البنت ابتدت تاكل من لحم ابوها مش لاقي حاجه تاكل تعمل ايه. يعني ده يؤكد ان فعلا غريزه الجوع فظيع. يعني انسان ياكل اي حاجه بلاش كده وكده. انا لما كنت في انجلترا صدام حسين مسك واحد صحفي انجليزي وبعد كده افرجوا عنه انجلترا تدخلت وبتاع. بس ما انساش ابدا ان وانا بقرا الكلام اللي هو بيقوله بيقول كان بيدينا ربع رغيف فكنا ننتظر. هو بيقول كان الاوضه اللي هو فيها كان فيها بلاعه يطلع منها صراصير كان يصطاد الصراصير يحطها في ساندوتش عشان ياكلها. وبعدين قال حتى جمله غريبه كده قال لما when you are hungry ما تبقى جعان nothing squirmish. squirmish دي كلمه معناها مفيش حاجه تقرف. يعني في الجوع ما تقرفش من حاجه يعني. فطبعا في الشده المستنصريه اكل اكلوا لحوم البشر ويصطادوا بعضهم. حضرتك قلت جمله مهمه دلوقتي وهو ان كان في جفاف للنيل. فانا رحت بخيالي كده لسد النهضه وازمه سد النهضه وما يمكن ان تعاني مصر منه. فهل هناك فعلا خطر من السد ده؟ لان احنا حتى لما نرجع لكتب التاريخ ومقوله فليذهب كل جنود الفرعون لتحرير النهر ومما يعوق جريانه قصص بتتقال في النقطه دي. فهل فعلا
احنا يجب ان نقلق من سد النهضه، ولازم يكون في بديل، ولازم ان يتم تحرير النيل مما يجري فيه او من العوائق اللي بتحصل. هو تحرير الدين مما يعوقه الان اصبح صعب جدا، خصوصا يعني حتى كتبت مقاله تحت عنوان ما كانش العشب، وما يساهم في سد النهضه دول عربيه لا عيب. قول اسرائيل هي يعني معروف انها حلم، وان انجلترا يعني من زمان وهي بتفكر في الكلام ده كله، انما معروف ان السادات لما ابتدوا هم يضعوا الاسس بتاعه السد فبلغوا السادات، فالسادات اتصل بجيمي كارتر اظن كان مش فاكر كينيدي ولا كارتر يعني، المهم فقال له ان في كذا 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 كذا، فرد عليه كينيدي وقال له الكلام ده ملوش اي اساس من الصح، ويا سياده الرئيس ارجو ان تتاكد قبل انك انت تتصل بي، فيها شيء من قله الادب يعني. فالسادات كان تعلم يعني، انا فاكر في أول يوم من لما مسك الحكم أنا كنت في إنجلترا أياميها، استغربت قوي التايمز بجلالة أدراها منشط عريض Now the black fox in power، الثعلب الأسود هو اللي مسك الحكم، الثعلب الأسود يعني اللي كنا بنقول الزبيبة اللي في جبهته دي، لأن عبد الناصر كان دايما يقول له اسكت أنت، فطلعت الزبيبة ده هي فوكس منين، واتضح أن دارسينه أكتر مننا، تظهر انه بلاك فوكس، بلاك فوكس فعلا. يكفي ان بيجن قال اداني ورقه وخدشين على سبيل المثال يعني. المواضيع كتيره وبنتشعب بيها عشان عايز استزيد من علم حضرتك في النقطه دي. كنا بنتكلم في موضوع اللي هو السادات بعد سد النهضه. السادات بقى لما كينيدي أو كارتر مش فاكر قال له كده أرجو أن تتأكد قبل أن تتصل، فطلب من مبارك أنه هو مسك الطائرة قال له انزع العلامات المصرية على 6 طيارات وروح كسروا الحاجات اللي هم عاملينها دايما عشان السد، وراح فاتصل بيه كينيدي قال له إيه اللي عملته ده وبتاع، قال له عملنا ايه؟ تبتقول ما فيش حاجة، ما عملناش حاجة، وأرجوك يا سيادة الرئيس تبقى تتأكد قبل ما تتصل، ردها له صحيح هو كان تعرف يعني. فأياميها كان ممكن، ومبارك حتى هدد بأن أي حاجة تحصلها، إنما بقى في الأزمة اللي حصلت 11 ومش 11 وما انتهز الفرصة يعني it's too late يعني. وحتى لما ترامب قال له اضرب وما عنديش مانع، طبعا دي خطة شريرة اضرب عشان نعمل معك زي اللي عملناه مع صدام حسين لما قالوا له ما عندناش مانع الكويت تاخدها وبتاع، فدلوقتي اصبح too late، انما الامل في ان اعرفش ازاي يعني، انما مفاوضات سياسية حل تاني من أوغندا في حلول، حاجة نهر تحت موازي فاروق الباز كان بيقول الكلام ده، هو يعني ترشيد المية مش ترشيد المية، إنما يعني هتتحل يعني. طيب أنا حابب أتكلم عن حكام مصر، عن حكام مصر آه. وترتيبهم اقتصاديا، عصر الجمهورية من بعد عبد الناصر أو نجيب، هو نجيب ما عادش كتير بس من بعد عبد الناصر، يعني مين فيهم يعني أقوى اقتصاديا، أذكى اقتصاديا، اشتغل على الاقتصاد أكتر؟ احنا اتفقنا ان السياسة بتخدم الاقتصاد. أنا هل زي ما لاسكي بدأنا في البداية خالص وقال ان السياسة هي فن الانتاج، والإنتاج ينعكس على الفرد في كلمة واحدة وهي prosperity أو الرخاء، هات لي العصر اللي كان فيه المواطن يتمتع بالرخاء
وأنا أقول لك ده أشطرهم اقتصاديا يعني. وأنت رجل اقتصاد ويعني up to your neck لغاية رقبتك هنا اقتصاد للأسف مفيش. التحديات الداخلية اللي بتواجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكتر من التحديات الخارجية، فهل يجب أن هو يطلق من الداخل على حساب الخارج؟ إيه اللي ينقصه عشان ينفذه الفترة الجاية وعشان يقدر أن هو يوصل بينا؟ حتى مش هنقدر نوصل للي فات عن طريق رئيس واحد أو عن طريق حكم واحد، بس على الأقل نكون عارفين إحنا هنكون فين أو فين مكانتنا، أو على الأقل يحطنا على أول الطريق. فإيه التحديات اللي بتقابله؟ إيه المشاكل الأزمات اللي عنده؟ إيه اللي يكون يحذر منه؟ أنا نمرة واحد الفساد الداخلي. هناك فساد في الشك في هذا، فهو لو يلتفت للأحياء دي ويعني نفعل القضاء بحيث أن القضاء يعني ما فيهوش كبير، يعني الكل أمام القضاء، أعتقد دي البداية. دي البداية. نمرة اتنين الشفافية، لازم يبقى فيه شفافية. يعني احنا ما بنعرفش، يعني مثلا عندك الكونتينر اللي اتمسك في إيطاليا في 20,000 قطعة من الآثار، احنا لغاية دلوقتي ما بنعرفش كان على حساب مين وخارجة لمين ورايحة لمين وبتاع حاجات من. فلما بيبقى فيه شفافية المواطن يحس بالطمأنينة أكتر، يحس بالثقة أكتر، وما يبص يلقى قضاء فعلا لو يعني مش عارف كان مين اللي بيقولها، يمكن السادات، الديمقراطية لها أنياب ومخالب، وإن الديمقراطية يعني أو العدالة لها أنياب ومخالب، هي كلمة لازم تبقى بالشكل ده، مش الديمقراطية، إنما هي العدالة لها أنياب ومخالب، وإنها تقدر تمسك في أي واحد فاسد، دي تبقى جميلة أوي، تبقى البداية. أبرز الملوك اللي في مصر اللي كان لهم نظرة اقتصادية في الدولة القديمة، الحكام بتوع مصر، يكفي أن تقرأ خطاب العرش الذي يتلوه الملك على كل كبير وزراء اللي هي دلوقتي رئيس وزراء، فكان يخاطبه قائلا، كلام ده تقدر تقراه، جايبه بالضبط جيمس هيام بريستد في كتابه فجر الضمير. فالملك يخاطب كبير الوزراء ويقول له ايه، اعلم أن الوزارة مرة الطعم وليست حلوة، اعلم أن الماء والهواء سوف ينقلان إلي كل ما تفعل. ونشوف اللي جاي بقى، إياك أن تقرب إنسانا منك لأنه قريب مني، أو تبعد إنسانا عنك لأنه بعيد عني، بل يكن القرب منك أو البعد عنك بسبب الكفاءة وليس بسبب أي شيء آخر. اعلم أن احترام الناس لك لن يتأتى إلا بإقامتك للعدل. إياك أن تفعل ما فعله كبير الوزراء من قبلك خيتي. إيه بقى خيتي؟ بلا بقى عبرة في خطاب العرش ده. الملك يقول له مارس الظلم حتى يتصف بالعدل، يعني ظلم أهله ولم يعطيهم حقهم خوفا من أن يتهم أنه يحابي أهله، وأعطى حقهم للغريب. إياك أن تفعل هذا، تعطي لكل ذي حق حقه بغض النظر عما إذا كان قريب أو غريب. إلى هذا الحد كان كبير الوزراء خايف أن يتهم بأنه يحابي أهله، يقوم يظلمهم ويدي حقهم للغريب. الملك يقول لا ما تعملش كده، ليكن نبراسك ماعت يا ربة العدالة. إنما أن يقول له القرب منك والبعد عنك بسبب الكفاءة، أنا دلوقتي بأهل الثقة مش أهل الكفاءة، فهل إحنا فعلا في كفاءة؟ لا، ما كانش اللي طالع الأول على كلية الحقوق ينتحر لأن ملوش مكان في النياب مثلا، من كم سنة حصلت الحكاية ده، هي حصل وقص على هذا الكثير. طب أنا أختي هي على المعاش دلوقتي، كانت بتشتغل هندسة طبية في جامعة عين شمس، وقعت تحت إيدها أيام حسني مبارك، كانت الجامعة
طلبة 30 طبيب، فوقعت تحت ايدها بالمصادفة الورقة اللي فيها 30 دكتور ده، كل طبيب وصاده الكوسة بتاعته، فلان 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 فلان. يبقى مش بالكفاءة دي، دي بالوساطة بالمعرفة، مش كده، مش ممكن أبدا بلد تتقدم بالطريقة دي إطلاقا. دكتور تفرقة دي رهيبة يعني. ما دكتور انت حضرتك وانت بتتكلم في مرارة في كلام حضرتك قوي، فهل ده بيجي من تغير الشخصية المصرية؟ احنا اتغيرنا، الشخصية المصرية الموجودة دلوقتي ما عادتش هي الموجودة زمان. اكيد المصري القديم ما كانش بنفس الكلام. الشخصية المصرية دلوقتي هي مختلفة عن الشخصية لغاية 1970، تشوهنا كتير. ليه بقى؟ لان الشخصية هي محصلة ثلاث اشياء، جينات، والجينات هي هي زي ما هي. احنا اثبتنا ان 88.6% مننا يحملون جينات قدماء المصريين، ولكن هناك عاملين تانيين، الزمان والمكان. الزمان اتغير، طب والمكان اتغير، الجغرافيا اتغيرت. ازاي؟ اللي راحوا دول اخرى، بدلا من ان نصدر حضارتنا العظيمه رجعنا بثقافة هذه الدول اللي ابتدت تتغير الوقت هي نفسها. يعني أنا كتبت مرة مقالة، المصنع قفل والوكيل شغال، المصنع قفل، المصنع والسعودية طب قفل، لسه الوكيل عندنا هنا في مصر شغال كل أسف. فإحنا رجعنا، ورجعنا بخطة أعلن عنها محمد بن سلمة سنة 70، جاء اللي هو كان افتكر لك اسمه دلوقتي بتاع كان. المهم هذا الرجل جاء وقابل السادات، وقابل ملك السعودية، وقابل افغانستان المسؤول في أفغانستان. قال لهم احنا عاوزين نحارب روسيا في افغانستان، فإحنا عاوزين نقوي الروح الدينية وننشر الوهابية في مصر وفي باكستان، ونطلع يعني ناس متطوعين للحرب هناك يحاربون عن الدين. هي الفكرة كلها بيحاربوا عن أمريكا ضد روسيا في أفغانستان. الحرب اللي قعدت 20 سنة دي وطلعت على ما فيش في الآخر. ف ابتدوا ينشروا الوهابيه هنا في مصر، وبداوا بالعيال الصغيره، كانوا يدوا فلوس كتير للنظره تاخد هي جزء منها وتحجب البنات الصغيره، البنت تروح لامها تقول لها انت كافره عشان ما انتش لابسه حجاب. كان قبل 70 ما كانش في اسلام، ما ظهرش الا بعد الحجاب والنقاب. فالشخصيه اتغيرت لانها رجعت حامله هذه الافكار، الافكار الثقافيه غير الحضاره المصري، وكله لتفتيت هذا الشعب، دبلة فضة ودبلة ذهب عشان أعرف أنت مسلم ولا مسيحي، نقاب وحجاب عشان أعرف أنت مسلمة ولا مسلمة سافرة أو مسيحية، تفتيت. لأن هم ديفايد ترول، فرق تسد، وإحنا لأن فيش خلفية حضارية ثقافية حلوة بنبلع الكلام ده كله من الأول للآخر، غير بقى الفلوس اللي بتتعاطى بقى. يعني ما انساش واحدة تقول لي احنا لا نعاني من أي شيء، أنابيب الغاز بتجيلنا أيام مرسي يتصرف عليهم وبياخدوا فلوس قد كده، وأنا كتير لغاية دلوقتي يعني ما جا اكتب بروشتة غالية شوية والبتاع، إذا كانت منقبة تقول لي اكتب اللي على مهلك، اكتب اللي انت عاوزه ما يهمكش، دول بيجي لهم فلوس. زي بيجي برضو للسودانيين فلوس. واحدة طلبت من المستأجرة منها شقة ب3000، قالت لها واحدة سودانية جاية تدفع لي في الشقة دي 25000، انت يلا بالسلامة.
تقول لها أزودك، تقول لها مهما زودتيني هزودين 25,000. منين فلوس دي جاية؟ جاية من إسرائيل، جاية من الصهيونية العالمية، كل ده عشان يمكنوا هؤلاء عندنا هنا في مصر عشان يوصلوهم للنسبة الحرجة. بس أنا سعيد جدا أن الدولة ابتدت تفيق، وأرجو أن تحجم العدد، وأن اللي ملوش إقامة شرعية أنا أترحله ديبورتيشن. إنما مش عاوزين نعيد تجربة الهكسوس عندنا في مصر هنا، وإلا هنبقى كلنا بما فينا الحكام المصريين تحت رحمة هؤلاء. كلام حضرتك في محله، ويمكن أنا الحديث مع حضرتك شيق وعندنا كم كبير من الأسئلة، بس إحنا طولنا على حضرتك قوي، وأنا بصراحة أكيد هيكون لي بدل اللقاء أكتر، لأن بسم الله ما شاء الله يعني علم ينتفع به، وانت عند حضرتك كتير قوي قوي، مش هيخلص في لقاء ولا في اثنين ولا في ثلاثة، لكن على وعد بلقاء آخر وآخر وآخر حتى نستزيد من طبعا علم حضرتك. يسعدني كتير. كان ده لقاء مع من أفضل لقاءاتنا مع الدكتور وسيم السيسي، عالم أو خبير في علم المصريات والمفكر، وممكن تقول الكاتب الأديب، قول زي ما تقول، المهم إن هو قعدة كانت حلوة، فهمنا فيها كتير، تعلمنا فيها أكتر، بننتظر منه كتير، وبننتظر إنه يكون عنده أكتر وأكتر. حد ما أشوفكم في بودكاست جديد، أترككم في رعاية الله وأمنه. شكرا لكم، سلام عليكم.